من وسط مدينة رام الله مسيرات ابتهاج واحتفال بما حققته فصائل المقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزة، مشاهد غير مسبوقة لاقتحام فصائل المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية، قتل جنود إسرائيليين وأسر عدد آخر، هتافات للمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها وأذرعها. هذا النموذج وهذه الاحتفالات في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية، تكبيرات ابتهاجا بما حققته فصائل المقاومة الفلسطينية وسط دعوات شبابية للتوجه لنقاط التماس ضد الاحتلال الإسرائيلي. ربما تشهد الضفة الغربية اليوم أكثر من نقطة مواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي واندلاع مواجهات. من المعروف أن الضفة الغربية تشهد منذ عامين عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة. الهتافات هنا تطالب فصائل المقاومة بالمزيد. الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية أصدرت بيانات مؤيدة لمبادرة الفصائل في قطاع غزة، وقالت بأنها تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى والضفة الغربية وحتى استمرار الحصار على قطاع غزة. من الصباح تم رصد أكثر من عملية إطلاق نار قام بها مسلحون فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية. جيش الاحتلال يدفع بمزيد من الكتائب في الضفة الغربية أمام مشهد متحرك وأحداث متسارعة في الضفة الغربية. جيش الاحتلال أعلن أنه سيدفع بمزيد من الكتائب الاحتياط في الضفة الغربية ضمن إجراءات وخشية من تطور الأمور في الضفة الغربية التي تشهد كما أشرنا عمليات عسكرية متواصلة منذ عامين. واضح أن هناك ارتياح فلسطيني شعبي وفصائلي من مبادرة الفصائل وأداء الفصائل العسكرية وفصائل المقاومة في قطاع غزة ومطالبات بالتوجه إلى نقاط التماس والاحتكاك ضد الاحتلال الإسرائيلي. إبراهيم خلف، 3 عربي، رام الله، الضفة الغربية.